أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اللغة والأدب الصف السابع في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سنقوم بشرحها خلال الأسبوع الثاني عشر من الفصل الدراسي الثاني، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أذكر بأبرز المفاهيم التي سنذكرها أو سنركز عليها خلال هذه الوحدة، وسيكون المفهوم الرئيس المنظور، أما المفهوم ذو الصلة التعبير عن الذات النوع الأدبي، السياق العالمي التعبير الشخصي والثقافي فلسفات وطرق الحياة. السياق العالمي يرتبط الشعر بذاتية الشاعر وفلسفته في الحياة مشكلا منظورات مختلفة حوله. أذكر وأؤكد بأننا نقوم بدراسة فن الشعر في وحدة قيثارة الفؤاد، فكل شاعر يعبر عن وجهة نظره في موضوع معين أو يعبر عن ذاته، ومن هنا قد يخرج التعبير الشخصي والثقافي الذي يمثل ثقافته وبيئته، وهنا سنقوم بشرح قصائد مختلفة ومتنوعة. قمنا بشرح قصيدة أمي وإلى طغاة العالم، حان دور أن نقوم بالمقارنة بين القصيدتين. سأقوم بشرح مفهوم المقارنة بين قصيدتين، حيث سنتطرق إلى المقدمة وستكون عن فن الشعر لأننا ندرس فن الشعر، وسنطرح بعض القصائد التي خدمت الموضوع مع أسماء الشعراء، أي قد نقول يعتبر فن الشعر من أهم أنواع الأدب، وحيث سندرس المقارنة بين قصيدتين، قصيدة أمي وقصيدة إلى طغاة العالم، وكانت هذه للشاعر كذا وهذه للشاعر كذا. وستذكر ماذا ستتعرض له في المقال، وما هي أوجه التشابه بين العملين من حيث الفكرة. ستذكر جملة مفتاحية ثم ستدعمها بأوجه التشابه وتعطي على ذلك أمثلة من النصين وسبب هذا التشابه. أما الفقرة الرابعة ستتحدث عن الاختلاف بين العملين من حيث الفكرة، ستذكر أو ستبدأ بجملة مفتاحية بسيطة وتحدد الاختلاف. الاختلاف قد يكون في الموضوع، في الأسلوب، في التأثير، في العمق، في نوع القصيدة، أو في جميع هذه الموضوعات، وستدعم هذه الاختلافات بأمثلة، وستستخدم التناص إن أمكن لأنك ستدعمها بأدلة من القصيدة. الاستنتاج يبدأ بالأفعال النقدية، نستنتج، نستقرئ، نجد، بعد التمعن والنظر، نستكشف، نرى، يتضح لنا أن العملين قد أوصلا الفكرة، لكني فضلت واحد على الآخر. إذن ستربط الفقرات ببعضها البعض من خلال استخدام أدوات الربط. كما سنتطرق أعزائي الطلاب إلى القاعدة الكتابية في كتاب الطالب الوزاري، وهو دخول ألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة. إذن سنراجع بعض ما هذه المهارات الكتابية ونقوم بتقييم أنفسنا من خلال الإجابة عن أسئلة هذه القاعدة، إضافة إلى أننا سنقوم بتناول مهارة من مهارات اللغة العربية وهي مهارة الاستماع. سنقوم بأخذها من كتاب التمارين الوزاري صفحة 31، وهي خاصة أيضا بموضوعات الوحدة التي نقوم بدراستها، لذلك أرجو الرجوع إلى الكتاب ومسح الرمز للاستماع إلى النص مرة ومرتين والتأكد من فهم الموضوعات المتصلة فيه حتى تستطيع الإجابة عن الأسئلة وأخذ العلامة التي تناسبه. أذكر أننا في هذا الأسبوع سنقوم بشرح درس في مادة التربية الوطنية، لذلك عليك الرجوع إلى صفحة التربية الوطنية والرجوع إلى التاريخ المرفق ومعرفة العناوين المطلوب التركيز عليها، حيث أننا نقوم بدراسة وحدة التواصل الاجتماعي هذا الشهر. وأذكر أيضاً بضرورة إكمال مهام أقرأ بالعربية الموكلة لك والتي يتم إرسالها أسبوعياً لتقيم قراءتك وفهمك للمقروء بطريقة جيدة. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال هذا الأسبوع. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.